استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، كلا من اللواء الركن متقاعد الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الخليفة واللواء الركن بحري متقاعد الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة، حيث تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمنحهم نوطة تميز تقدير لجهودهم المتميزة وتفانيهم المخلص واجتهادهم في واجباتهم ومهامهم خلال فترة عملهم.